أول من تشيلك بحضنها وتهتم وتعتني فيك وبكف الحنان تربيك، ورغم التعب تحاتيك، تزعل وما تخليك، وهو هم ما قصر، تعب وربى وكبر، وبحضنها الدافي بين الدار وعمر، وفائك لهم دين، لازم تجسده بحسن التعامل مع الغير، كلامك دير بالك يعكس تربيتهم وتعبهم عليك، كون خير سفير ورد الدين لأغلى سنين.